والكتاب ده ألفوا ليه؟ لو ما دايرنا نقراه. ألفوا وباعوا في السوق ونحن اشتريناه بقروشنا. هو ألفوا نزلوا السوق وباعوا عشان نقراه. فيبقى لما نقراه نكون نبذنا كيف؟ نحن كده حققنا رغبة الشيخ. والله حققنا رغبته لأنه كتبوا ونزلوا السوق وأكل به قروش عشان نقراه. نحن قرينا لكم. حققنا رغبته ولا ما حققناه؟ حققناه. بغض النظر بعد ذاك كلامه ده صح باطل بتعرفوا بعد شوي. قال في كتاب لك سلام مني وده حق البرعي كتبه بيده. قال مصطفى عركينا مع ود علي المكروم وتت الفلاتي القلب العود مفهوم. كيف يعني قلب العود مفهوم؟ البرعي نفسه شرح الكلام ده لانه في ناس برضه عندهم هوس زي الاخوان المسلمين. واللي يقدر اللغه العربيه واسعه وطبعا والنص يحتمل وما يحتمل. يا زول البرعي براه والقال الكلام ده فسره، نحن ما بنفهم. البرعي فسره. قال شنو؟ قال هو الحاج تت الفلاتي رضي الله عنه. ونحن ما عندنا مشكله مع اي قبيله من القبائل ابدا، لانه ربنا سبحانه وتعالى قال: انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ما في فضل لعربي على عجمي ولا لابيض على اسود ولا لاسود على احمر الا بشنو يا جماعه؟ بالتقوى. وهدى بلال رضي الله عنه وهو حبشي جوا الجنه، جوا الجنه وسيدنا بلال رضي الله عنه وجوا عيني زول رضي الله تعالى عنه وارضاه. وهدى ابو لهب لونه احمر تقول فشفاش في نار جهنم. ربنا قال سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. موضوع انتهى. فالشغل ما لون، شغل تقوى وإيمان وتوحيد واتباع للرسول عليه الصلاة والسلام. البرعي قال هو الحاج تت الفلات، يعني شرح البيت براو. ثاني ما في طريقة لزول يقول ما بتفهمه، ده هو اللي بيفهم. قال طلبت منه زوجته خادما، يعني مرة تخدمه في البيت. قال فأخذ حواره وأمر الحوار أن يأخذ معه فأسا، ثم انطلقا إلى الغابة، ثم أمر الشيخ الحوار أن يقطع عودا بقامة إنسان وأن يلبسه الثوب عود شجر. قال لبس الثوب بعد ما قطعه بالفاس. قال فأخذ الشيخ سبحته بهمة عالية وده كده بساكي إلى أن تحرك العود الشجرة من تحت الثوب. فقال الشيخ بخيته بخيته بخيته. قالت نعم سيدي. فأخذها من يدها إلى زوجته فخدمتها زمانا ثم ماتت. في بشر بيصدق الكلام ده؟ إن جبت نمل خلي البشر ممكن يصدق الكلام ده، إنه إنسان يخلق من دون الله عز وجل ويخلق كمان يخلق له مرأة بشر من عود بتاع شجر. الكلام ده كفر بالله أكبر، بيطلع سر الدين. حتى أبو جهل وأبو لهب الكلام ده ما كان بيعتقدوه، مش كفار، ما حصلوا المرحلة دي من الكفر. لأنه قبيل قلت لك ربنا قال عن المشركين للرسول عليه الصلاة والسلام إذا سألت الكفار ديل اللي بيخلق منو يقول لك الله براه. البرعي قال شيوخ الصوفية بيخلقوا مع الله. يا أخي ربنا قال أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يهتدوا سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إلى آخر الآيات. ما في زول بيخلق مع ربنا، أنت لابد تفهم المعلومة دي. فدي أول فائدة في الآية. ربنا قال وما خلقت الجن والإنس، يبقى الخالق ربنا سبحانه وتعالى
وحده لا شريك له. وإذا قابلت ربنا بعقيدة غير العقيدة دي، يعني بتعتقد إنه في شيوخ بتاع صوفية ولا غيرهم بيخلقوا مع الله، أنت بتمشي جهنم وما بتطلع منها أبدا تاني، لأنه ده كفر بالله يا جماعة، شرك. ربنا قال إن ربكم الله الذي خلق، يبقى اللي بيخلق منه الله. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الخلق والأمر لمنو يا جماعة؟ لله عز وجل. ونحن والله أبدا ما دارنا نتزيزون، لكن الكلام بتاع البرع ده ربنا بيّن إنه ده الشرك بربنا عز وجل، لأنه ربنا قال اللي بيقول غير الله بيخلق ده مشرك. قال تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. قرآن واضح، زول غير الله، أحد غير الله بيخلق ما في، إله مع الله عز وجل يعبد ما في. لا تصرف الدعاء لأحد دون الله، عترت في الوطاء دار تدعو دار تنده ودار تستغيث تدعو الله براه. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن عباس إني معلمك كلمات يا غلام، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا دار تسأل تدعو أدعو الله براه. الرسول قال لك كده. الليلة الجماعة دي يقول لك نحن بنحب النبي ويمدحوه يغنوا به، والغنى حرام، لكن جابوه مدحوا به الرسول صلى الله عليه وسلم الحرم الغنى ذات، وده لعب الدين ولعب الإسلام. حب النبي ما بالنبي أصلي عليه، حب النبي عليه الصلاة والسلام إنك تطيعه وتسمع كلامه. ما ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وإنت تسأل غير الله وتقول بحب النبي وتستعين بالفقراء وبالحجبات والتمائم وتقول بحب النبي، ما ممكن أبدا، ما ممكن. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال مثلا عن التمائم والحجبات دي شرك بالله. زول بيلبس له حجاب يعتقد أن الحجاب ده بيجيب له ذهب أو بيحفظه من السلاح أو من العقرب أو من الدبيب أو من الشيطان أو من غيره، ده مشرك بالله. من اللي قال كده؟ النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال هذا. جو 10 أنفار، 10 رجال للنبي عليه الصلاة والسلام ده بايعوه على الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام بايع 9 والعاشر أبى يبايعه، أبى يسلم عليه. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعت 9 وأمسكت عن الواحد، ليه ده ما بايعته؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه معلق تميما. قال ده لابس له حجاب، الرجل طوالي وزول مطيع رضي الله عنه وأرضاه، ويا دوب داخل الإسلام ما كان عارف إنه الكلام ده غلط، دخل يده جوا القميص الحجاب معلق جوا، قطعه ورماه. ليه؟ لأنه الرسول قال له كده. الليلة زولت يقول له أنا بحب النبي ويمدح الليل والنهار، حلقوم قدر الضربة. أوه يا مولانا الرسول صلى الله عليه وسلم قال، يقول لك لا، شيوخنا قالوا أنت ما بتحب النبي عليه الصلاة والسلام، لو بتحبه بتسوي زي الرجل ده. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الزول ده معلق له حجاب تميمة، عشان كده ما ببايعه على الإسلام ولا بسلم عليه. دخل يده جوا طوالي قطعوا فناو. اللي بيحمي ربنا حجاب شنو يحميك؟ حجاب شنو يحميك يا جماعه؟ كده بالعقل. الحجاب ده الورقه جوا دي بتاعت الفكيه، الورقه دي انت معلقه ساي ولا جلدولك بجلد تعتيس ولا غيره؟ مجلده صحيح ولا ما صحيح؟ او بقماش، المهم في النهايه مجلده صح ولا ما صح؟ الجلد ده شنو؟ ليه جلدوها؟ ليه؟ كده اسال نفسك.
مكان يخلوه ورقه ساي تعلق ورقه هنا او كراس يديك له الفكي وتشيله كراس كده وماشي بيه في الهواء. ليه؟ سؤال الجلاد ده ليه؟ اذا جاوبت بتعرف انه الحجاب ده حرام طوالي ولا بيحتاج ذاته كلام كثير. ليه؟ قال عشان يحفظ الحجاب. ايوه يبقى الحجاب ما قادر يحفظ نفسه. يحفظك انت كيف يا بني ادم؟ بكلام بسيط انتهى الموضوع. ما في حجاب، عرفته؟ ده كله هوس وشرك بالله. فالرجل دخل يده قطعه وجدعه. النبي عليه الصلاة والسلام قال من علق تميمة فقد أشرك. يعني اللي بيعلق حجاب ماله يا جماعة؟ مشرك. يقول لك لا أنا ما برضى، وأهل كيفك؟ ما مشرك. وأنت قال الناس أبو جهل وأبو لهب كان بيقولوا عن نفسهم نحن مشركين؟ ما في زول برضى الشينة والشينة ما لا منكورة، لكن اللي بيعلق حجاب يعتقد انه ينفع ويسوي له ويحميه من السلاح ويسوي له مشرك. حتى لو صلى جوا الجامع، حتى لو صلى بالناس ذاته، حتى لو حفظ المصحف شت ومعلق له حجاب ويعتقد ينفع ويضره، ده كافر. الرسول قال كده صلى الله عليه وسلم، قال من علق تميمه فقد اشرك. في ناس بيتفلسفوا يقول لك لا الحجاب ده من القران. كذب. الصومال لقانا حجاب كله قران، ممكن يكون جزء قران لكن الجزء الثاني تلقاه شرك وكفر بالله. لكن لو فرضنا كل قران، لو فرضنا علقت مصحف عديل، اها بتخش بالحمام دبلوسي ولا ما بتخش؟ لما دار تبول حتى لو في الخلا في الصحراء، لما دار تبول بتكون لابسه ولا بتقلعه؟ اذا لابسه ده استهانه بالقران، والاستهانة بالقرآن ما له كفر بالله. إذا قلت لي يا مولانا بقلعه، طيب الحماق جوا دمنه، الحفظك منه، الله بيحفظك برا برضه، موضوع انتهى. فده كله هوس يا ناس. الزول يعتمد على الله سبحانه وتعالى. والرسول عليه الصلاة والسلام قال الحجبات والتمائم دي شرك بالله. ليه؟ لأنه زول بيلبسها إما داير له نفع يجيه ورا الحجاب ده، يقول لك ده بيجيب الرزق، والله تلبسه تطلع كيلو كيس دك وما بتطلعه. أو يقول لك بتلبسه وبيدفع منك العارض أو العين أو بيحميك من الجن أو الشيطان أو بيحميك من العقرب والدبيب أو من السلاح وغيره. يبقى الزول لبسه إما لجلب نفع رزق ولا غيره، أو لدفع شنو يا جماعة؟ ضر. ربنا سبحانه وتعالى قال جلب النفع ودفع الضر الاثنين عند الله ما عند الفكي. شفت الفكي ده لو جلدته ذاته ولبسته في رقبتك لا بينفعك لا بيضرك، والله العظيم عشان ما تضيع زمنك وتضيع دينك وايمانك وعقيدتك يا اخي. الفكي ان جلدته كله الفكي ذاته بالبخرات والمحايات والدخاخين المعلقه وبسبحة الألفية جلدته كله في جلدتيس ولبسته ولا بينفعك لا بيضرك، خلي اللي بيكتبوا الفكي الحجاب هو ذاته. لأنه ربنا قال عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو السيد البشر في صالح أعظم من الرسول صلى الله عليه وسلم، في صالح زي الرسول صلى الله عليه وسلم لاقاك عشان ما يغشوك ويقولوا احنا أولياء. ما ولي وليش، مش فكي ما ولي، أصو ما ولي بتاع ربنا، أنت ولي بتاع إبليس بتاع الشيطان. إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ربنا قال عن الرسول عليه الصلاة والسلام أصلح الصالحين، ما في ولي زي النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا شو اسمع القرآن ده واضح واضح عشان ما بزول يلعب عليك ساكت. ربنا قال عن النبي عليه الصلاة والسلام قال له كده قل لا أملك لنفسي، ده الرسول يا جماعة. ربنا قال له قل للناس كده كلمهم وريهم العقيدة دي، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير
وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وربنا قال النفع والضر بيده سبحانه وتعالى. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده. الله داير بيك خير، منزل لك رزق، المهم منزل لك خير. الكرة الأرضية دي الناس دي كلها لو اجتمعوا داير يمنعوا منك ما بيقدروا، فلا راد لفضله، لازم ينزل لك. وإذا ربنا سبحانه وتعالى أراد بك سوءا الأمة والعالم كله بل ناس الماتوا ذاتهم لو اتلموا شت كلهم عشان يوقفوا منك الشيء ربنا أراد بك ما في طريقة. دي عقيدة، دي عقيدة أنت تحملها في قلبك وتكون ماشي في الواطة دي. وشيوخ الصوفية ده الخلاصة دينهم، خلاصة التصوف إنه دايرينك بدل ما تعبد الله يسوقوك من عبادتك لله تعبدهم هم. تعصر كرة عين الشيخ، تجيب تشيل الإبريق للشيخ وتكون حايم وراه، وتخاف من الشيخ أكثر من خوفك من الله. زي ما قال البرعي، قال سلم لشيخك ثم كن عبدا له. في كلام أوضح من ده؟ عشان ما تقول لي قاعد تكضي عليه. قال لك ابقى عبد للشيخ مالي الله. والآية اللي ذكرناها ربنا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا منه، ليعبدون يعني يعبدوا الله يعني يوحدوا الله. البرعي قال لا، قال تعبد الشيخ وتكون عبد مالي الله للشيخ بتاع الطريقة سلم. والغريب يا جماعة إنه في ناس والله مخهم ده أسوأ من مخ البهايم. في ما تقول لي ما في، انتوا الان نعتبركم كلكم ان شاء الله ناس طيبين وكويسين نحسبكم، لكن في ناس ثانيين مخهم ده اخير تجيب تيس عن بلوك مخه او فهمه احسن منه. والله الذي لا اله غيره يا اخي انا بقول لك البرعي قال واضح وما دساه يعني ما خايف منه. قال لك شوف الكلام ده واضح ولا ما واضح، سلم لشيخك اها ثم كن عبدا له، ما عبد لي الله، عبد للشيخ. واخشاه دوما كخشية ضيغمي، تخاف من الشيخ زي ما بتخاف من الأسد. عشان كده يقول لك فلان ده عرس جديد ولازم يودي مرته للشيخ عشان يبركها، يبرك فيه جمل وطاحونة ومعه جبل. كيف تودي المرة للشيخ؟ أنت ما ضارب دخن؟ كيف تودي المرة للشيخ؟ ده سؤال أنا دار أفهمه. كيف يعني؟ شرك وجهل وباطل كمان وباطل تودي المرأة للشيخ؟ قال عشان يبريك. والله في ولا ما في؟ في بلدك دي في، احنا ما دار نسمي لكن في بلدك دي في، في بلدك دي. شوف الزلة والشرك وصل لها مرحلة يا جماعة. يقول لك لا والله ده زول فيه بركة، الله يلوح حنكك. تودي كيف؟ تودي مرة عرضك يا أخي، عرضك. إن الله يغار وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن ياتي المرء ما حرم الله، رواه البخاري عن النبي عليه الصلاة والسلام. المؤمن ده عنده غيرة، هو الديك عنده غيرة، الديك جيب ديكين للجداد بتاعكم شوف بيحصل شنو، اقعد فراجة شوف بيحصل شنو. والله ينتفوا ليك القفص والجداد وينتفوا بعض ذات غيرة، غيرة يسوق مرة توديها للشيخ، شيخ منو دخل لي المهم يوديها لشيخ ما، يسوق مرته يوديها للشيخ طوعا طوعا واختيارا وفرحا وفرح. يا ناس اتقوا الله سبحانه وتعالى، اتقوا الله عز وجل. العبادة لله ما للشيوخ، الاستغاثة بالله ما بأحد. ولا زول يغش يقول لك ده صالح، إن بقى رسول إن بقى نبي إن بقى ملك من الملائكة إن بقى جبريل عليه السلام إن بقى أبو بكر الصديق، في صالح أحسن منه بعد الأنبياء؟ في ما في، ما يستغيث به، ما يستنادي من دون الله يا ناس، لأنه ربنا قال الدعاء لله. ربنا قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم
إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وربنا سبحانه وتعالى قال إن الذين، شوف والله يا جماعة القرآن ده واضح وضوح، عشان كده الشيوخ ده بيقول لك ما تقرأه، لما نلقوا واحد مجنون وبيلقط أكياس في الشارع وماشي عريان يقول لك ده قرأ قرآن كثير وفك منه العدد جنة، وده كذب طبعا، لأن القرآن ما بيجنن، بل القرآن بيشفي. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وربنا قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لكن ليش الشيوخ ده بيقول لك كده؟ عشان ما تقرأ قرآن، لو قريت يقول لك بتجن بتفك منك. ليه هم ما دارينك تقرأ؟ لأنك لو قريت القرآن بتكفر بالشيخ، بتعبد الله براه، وهم دي ما دايرنا. أديك دليل، أسمع الآيات دي واضحة أوضح من الشمس اللي بتطلع بكرة دي إن شاء الله. ربنا قال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد؟ زول ميت، ميت أو قبر أو حجر. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون إلى آخر الآية. لو قريت القرآن ده واتدبرته وعقلته واتذكرته وفهمته، والله تاني ما بترك عليك ليه شيخ أبدا، تركع لله عز وجل جل جلاله، تسجد لربنا عز وجل وحده لا شريك له، تستغيث بربنا وحده لا شريك له، تدعو الله عز وجل براو، تتوكل على الله كما قال الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والكلام ده واضح، اللي حقق العقيدة دي يبقى حقق الغاية التي من أجلها خلقه الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهي أولى الأولويات وأعلى الغايات وأشرف العبادات توحيد الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، جزاكم الله خير.